استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في قصر الصخير مساء هذا اليوم المهنئين من أهالي المحافظة الشمالية، وذلك في إطار لقاءات جلالته مع أهالي البحرين الكرام، حيث تشرف الجميع بالسلام على جلالته معربين عن أخلص التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة شهر رمضان المبارك والعشر الأواخر منه، مبتهلين إلى الله جل وعلا أن يعيد هذه الأيام والليالي الفضيلة على جلالته بالصحة والعافية وطول العمر، وأن يوفقه لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء المباركة لتعزيز نهضة الوطن ومكتسباته وتحقيق تطلعات أبنائه في مزيد من التقدم والازدهار. ورحب حضرة صاحب الجلالة حفظه الله بالجميع وتبادل معهم التهاني بهذا الشهر الكريم، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يجعله شهر خير وبركة على البحرين وأهلها الكرام. حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك. خير ما نبدأ به تلاوة عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا القارئ علي صلاح عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقى
يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم. كلمة أهالي المحافظة الشمالية تلقيها نيابة عنهم السيدة آلاء عبد الرزاق البناء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظكم الله ورعاكم، أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إنه لشرف عظيم أن أقف أمام جلالتكم في هذه الأيام المباركة ونيابة عن أهالي المحافظة الشمالية لأرفع لمقامكم السامي أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول ليالي القدر المباركة أعادها الله على جلالتكم وعلى مملكة البحرين العزيزة وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. سيدي حضرة صاحب الجلالة، إن لقاء جلالتكم أهالي المحافظة الشمالية في كل عام من هذا الشهر الفضيل لهو يعكس حرص جلالتكم في التواصل مع الرعية مجسداً التآلف والترابط والوحدة التي برزت في أجمل صورها، ترسيخاً للثوابت الأصيلة التي جمعت القيادة والشعب وعكست نموذجاً وطنياً فريداً. سيدي حضرة صاحب الجلالة، ننتهز هذه الأيام الفضيلة المباركة لنقدم لمقامكم السامي أسماء آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى 25 لتولي جلالتكم حفظكم الله مقاليد الحكم، وإنما تحقق من إنجازات تاريخية ونقلات عظيمة في العهد الزاهر لجلالتكم أيدكم الله، وضعت مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة على جميع الأصعدة والمستويات، والعمل المقدم لجلالتكم باسم أهالي المحافظة الشمالية وبإشراف الدكتورة زينب سوار وتنفيذ الشاب فواز محمد ما هو إلا تجسيد لمسيرة اليوبيل الفضي. سيدي حضرة صاحب الجلالة، يملأنا الفخر والأمل بمستقبل واعد بفضل التوجيهات السديدة لجلالتكم أيدكم الله والخدمات التي توفرها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تحقيقاً لطموحاتنا وتطلعات أبنائنا، معربين عن فخرنا بما تشهده المحافظة من مشاريع حيوية ومكتسبات وطنية. سيدي حضرة صاحب الجلالة، إننا نستلهم من نهج جلالتكم نهج السلام والتعايش والإنسانية والتراحم والتقارب بين الأديان في استثمار شهر رمضان الفضيل في عمل الخير تحت شعار رمضان شراكة وتكافل، فنعمل جاهدين على التواصل من خلال المجالس الرمضانية والتعاون مع أصحاب الأياد البيضاء من مواطنين ومقيمين من خلال مشروع بيوت الخيري لدعم الأسر المتعففة ودعم توزيع السلال الرمضانية على الجمعيات الخيرية وتوزيع الوجبات لإفطار صائم على الطريق
وإحياء الموروث في إقامة احتفالية القرقعون. سيدي حضرة صاحب الجلالة، إن المحافظة الشمالية سائرة على نهج تبني قيم التواصل والانفتاح على كافة القطاعات وفئات المجتمع عبر البرامج والأنشطة التي تنظمها في المناسبات المختلفة، مستلهمة بذلك فكرة وتوجيهات وزير الداخلية حفظه الله معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وهو ما تعمل عليه خلال احتفائها بالأعياد الوطنية لمملكتنا الغالية تحت شعار قائد وشعب فرحة وطن، والبرنامج الصيفي تحت شعار وطن ومليكنا يجمعنا، وغيرها من المناسبات مثل موسم عاشوراء وبرنامج المدن الصحية الذي تطبقه المحافظة الشمالية تحت شعار الصحة للجميع وبالجميع. وفي الختام يشرفنا يا صاحب الجلالة أن نعبر لجلالتكم عن جزيل الشكر وعظيم الامتنان لهذا اللقاء التاريخي، سائلين المولى العلي القدير أن يحفظ جلالتكم ويرعاكم وأن يجعلكم ذخراً وسنداً لمملكة البحرين وشعبها الوفي، مجددين أهالي المحافظة الشمالية البيعة في اليوبيل الفضي لجلالتكم، وإننا للعهد حافظون وعلى خطى جلالتكم سائرون. حفظكم الله وأدام عزكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ثم تشرف سعادة السيد علي الشيخ عبد الحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية بتقديم هدية تذكارية باسم أهالي المحافظة إلى جلالة الملك المعظم. مبارك عليكم الشهر، كل عام وانتم بخير ان شاء الله. مبارك عليكم العشر الاواخر كلها يومين، العيد بعد وراها يومين، فان شاء الله ايامكم كلها اعياد. على كل حال 25 عام يعني معا في نجاح وانجازات وتوفيق، وعلى العهد اللي لا يتغير نخدم هالبلد الغالي بكل ما نملك ونضحي من أجلها بكل ما نملك، ونحفظ هويتنا ونحفظ ديننا ونحفظ تاريخنا، فالله يوفق. وهذا أهل البحرين ما تغيروا من آلاف السنين ومشكورين على كل حال. كيف حالنا؟ مساك طيب، إن شاء الله بخير، فرحت بشوفك والله. هلا الحمد لله شيمك كلام من زمان. إيه هذا الحمد لله شباب ولا تغير. وهنأ جلالة الملك المعظم الحضور بقرب حلول العشر الأواخر من الشهر الفضيل وبقرب حلول عيد الفطر المبارك، داعيا أن يوفق أهل البحرين جميعا وأن يعيد هذه المناسبة على وطننا العزيز بالخير والبركات، معربا حفظه الله عن اعتزازه بعطاء أهالي المحافظة الشمالية في جهود التنمية ومواقفهم المخلصة ومشاركتهم الإيجابية في الحفاظ على مكتسبات النهضة الوطنية والبناء على إنجازاتها الحضرية. ونوه جلالته بهذه اللقاءات الخيرة والتي تأتي انطلاقا من العادات العربية الأصيلة والتراث البحريني العريق
الذي يجمع أبناء الوطن كأسرة واحدة متكاتفة ومترابطة. وأكد جلالته خلال الاستقبال إن وحدتنا الوطنية هي السياج الذي يحمي كيان وطننا ويحافظ على مكتسباتنا، وإنها ستظل المظلة الجامعة التي نستظل بها جميعا ونحقق تحت رايتها كل الأهداف والطموحات. وأشاد جلالة الملك المعظم بما يحققه أبناء وبنات المملكة من نجاحات عديدة ومتواصلة في مختلف المجالات، وبما يتمتعون به من صفات العزيمة والإصرار، مضيفا رعاه الله بأنهم أثبتوا في كل المواقف والمراحل في مسيرة الوطن حرصهم الدائم على خدمة بلادهم وبكل إخلاص وتفان، مؤكدا حفظه الله أن المملكة تواصل مسيرة البناء والتطوير في جميع محافظاتها مستندة على إرثها الحضاري العريق وتطلعات أبنائها لمستقبل مشرق وتكاتفهم لتحقيق النجاح المنشود للنهضة الوطنية الشاملة. سائلا الباري جلت قدرته أن يوفق الجميع لخدمة وطنهم ومجتمعهم والإسهام في تحقيق كل ما ننشده له من نمو وتقدم ورقي. من جهتهم رفع أهالي المحافظة الشمالية أصدق التهاني والتبريكات إلى جلالة الملك المعظم بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم، مشيدين بما تحقق لبلادنا الغالية بفضل قيادة جلالته الحكيمة من منجزات عظيمة ومكتسبات وطنية شملت مختلف المجالات على مدى السنوات الماضية لما فيه مصلحة الوطن والمواطن. وتوجهوا بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى جلالته على حرص جلالته وعلى تعزيز أواصر التواصل مع المواطنين والاطمئنان على أحوالهم والاهتمام بمصالحهم وقضاياهم وتأمين الحياة الكريمة لهم على كافة المستويات، مثمنين توجيهات جلالته السامية بتنفيذ العديد من المشاريع والبرامج الخدمية والتنموية والإسكانية المتطورة في المحافظة الشمالية. ودعوا المولى عز وجل أن يديم على وطننا المعطاء نعمة الأمن والأمان والازدهار. وبهذه المناسبة عبر سعادة السيد علي عبد الحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية عن بالغ الشكر وعظيم الامتنان لجلالة الملك المعظم لاستقبال جلالته أهالي المحافظة في هذه الأيام المباركة، وتقدم سعادته بالتهنئة لجلالة الملك المعظم بمرور 25 عاما على تسلم جلالته مقاليد الحكم.